اللي في الصورة ده اسمه أحمد سراجي. لو سمعت في حياتك قبل كده عن شخص متخصص في السحر الأسود، صعب يكون زي أحمد سراجي، لأنه حقيقي ملك السحر الأسود، واحدة من أكتر الجرائم المرعبة في أندونيسيا. 1997، مزارع بسيط بيتمشى في أرض زراعية مخصصة لزراعة القصب، فبيلاحظ وجود جثة موجودة في الأرض، فبيبلغ الشرطة وأهالي القرية بيتجمعوا علشان يتعرفوا على جثة البنت اللي موجودة دي، وتطلع بنت من قريتهم اسمها كيمالا. الشرطة عملت مجموعة من التحقيقات مع أهالي القرية لحد ما وصلت لشاهد وهو سائق تاكسي، قال إنه وصل كيمالا لبيت أحمد سراجي، وأحمد سراجي هو واحد من أشهر والمتخصصين في أعمال السحر الأسود، أعمال ممكن تكون أول مرة تسمع عنها. الناس كانت بتجيله من أماكن كتير، وسراجي ما كانش ساحر عادي، ده المعنى الحقيقي للإنسان اللي باع نفسه للشيطان. الشرطة وصلت لبيت أحمد سراجي وقبضت عليه، لكنه أنكر كل التهم الموجهة ليه بقتل كيمالا، وده لأنه قدم واجب العزاء لأهل كيمالا لمدة 3 أيام في القرية، وحتى أهل كيمالا أكدوا إن أحمد سراجي كان موجود طول فترة العزاء الخاصة ببنتهم، لدرجة ان اهل كيمالا كانوا متأكدين ان احمد سراجي صعب جدا يعمل كده، لكن الشرطة الاندونيسية كانت متأكدة ان احمد سراجي كان له علاقة مباشرة بقتل كيمالا، لان في اكتر من شاهد اكدوا ان اخر مرة شافوا فيها كيمالا هي كانت قايلة لهم ان هي رايحة لبيت احمد سراجي علشان تطلب منه يعمل لها واحدة من الاعمال السحرية اللي هو مشهور بيها. بعد تضييق التحقيقات مع أحمد سراجي كانت المفاجأة إن أحمد سراجي ما قتلش كيمالا بس، سراجي قتل جوه القرية دي بس أكتر من 42 سيدة تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و 50 سنة، لدرجة إن اعتراف سراجي صدم الأجهزة الأمنية. شخص متهم بس بقتل بنت يكتشفوا في التحقيقات إنه قاتل أكتر من 42 سيدة من القرية دي بس، وإنه له جرائم قتل كتير في أماكن تانية غير القرية دي. سراجي اعترف في التحقيقات انه كان بيدفن كل ضحاياه في مزارع القصب، فقوات الشرطة اتجهت على هناك وفضلت تحفر في مزارع القصب لمدة شهر كامل، وخلال الشهر كان كل شوية بيستخرجوا جثث او رفات جثث مدفونة جوه مزارع القصب، ووصل عدد الضحايا اللي الشرطة لقيتهم اكتر من 42 جثة ورفات جثة. احمد سراجي كان وارث مهنة السحر من والده، وان والده كان متخصص في اعمال السحر الاسود، وكان واصل لمرحلة شهرة كبيرة جدا في اندونيسيا، لدرجة ان كان في ناس بتطلب منه اعمال سحرية لها علاقة بالحب والجواز والمال وغيره، وكان كل اعمال احمد سراجي مشهورة انها بتتنفذ. لكن سراجي كان عنده سر كبير في قتل العدد الكبير ده من السيدات، والسر ده هو ابوه. بعد وفاة ابو احمد سراجي فضل احمد مكمل مسيرة والده لحد ما سنة 1988 احمد سراجي بيقول ان شبح ابوه طلع له وقال له علشان خاطر يبقى اقوى ساحر موجود في اندونيسيا وفي المناطق المحيطة بيها انه لازم يقتل اكتر من 70 سيدة ويمص اللعاب بتاعهم. واحمد سراجي عمل بنصيحة ابوه وبدأ بجرائم القتل في مناطق محيطة كتيرة، والهدف من قتل العدد الكبير من السيدات ده ومص اللعاب هو ان احمد سراجي يرتقي بالاعمال السحرية لمرتبة عالية جدا ويكون قريب جدا للشيطان، وان الشيطان ينفذ له كل الطلبات اللي بيطلبها منه سراجي في شكل أعمال سحرية. ولما بدأ أحمد سراجي في تنفيذ وصية أبوه بقتل السيدات، بدأت قوته السحرية تزيد فعلا، وده على حسب كلامه، لحد ما نقل حياته في القرية اللي تم القبض عليه فيه، وكان مستمر في تنفيذ الأعمال السحرية، لكنه بدأ يحس أن قوته بدأت تضعف، وعشان كده افتكر وصية أبوه وبدأ يقتل السيدات من أول وجديد. سراجي كان متجوز 2 وكانوا عايشين معاه في نفس البيت، وكان مسيطر على عقلهم بالسحر وبيديهم فلوس كتير جدا، وقعد معاهم وقال لهم على وصية أبوه، ولأن قوته السحرية بدأت تضعف فطلب منهم إن هم يساعدوه في الوصية دي، فبدأوا هم كمان يحاولوا بكل الطرق إن هم يجذبوا السيدات لبيت أحمد سراجي علشان ينفذوا لهم أعمال سحرية مختلفة. ولأن عملية قتل السيدات وإخفاء الجثة مرهقة جدا لأحمد سراجي، فابتكر طريقة جديدة
للقتل، وهو ان يطلب من السيدات اللي جايين يعملوا اعمال سحرية ان الشرط الوحيد علشان تتنفذ الاعمال دي ان هما يقولوا بالليل على البيت وياخدهم على مكان الارض الزراعية ويدفن السيدات في الارض لحد منطقة الوسط. وبعدها احمد سراجي يقرب منهم على اعتبار انه هيعمل اعمال السحر، الا انه بيقوم بخنق السيدات ومص اللعاب وبعدين استكمال الدفن مرة تانية، فيكون الاجراء اسهل وابسط سواء على احمد سراجي او زوجاته. والاغرب انه بعد ما بيدفن السيدات لازم وجه السيدة يكون باصص اتجاه البيت بتاع احمد سراجي، لان هي دي وصية ابوه، وكان كل ما بيقتل سيدة ويمص اللعاب كانت قوته السحرية فعلا بتبقى اقوى بكتير. وده كان بشهادة اهل القرية انه كان بيعمل لهم اعمال سحرية ليها تأثير وقوة واضحة. الغريب ان الشرطة الاندونيسية واجهزة الامن ما قدرتش تتعرف على كل الجثث او رفات الجثث اللي كانت مدفونة في الارض الطينية، وتحديدا لان منهم كتير كانوا من سكان خارج القرية اساسا، فكان لازم يتعمل حصر بعدد الناس المختفية من فترة كبيرة علشان يقدروا يعرفوا الجثث دي تعود لمين. ولان الادلة الخاصة بالجثث ما كانتش مكتملة في قضية احمد سراجي، فتم الحكم عليه هو وزوجاته بالمؤبد بس 25 سنة داخل السجن. ولان الحكم ده ما عجبش اهل القرية، ولان قضية احمد سراجي كانت قضية رأي عام داخل القرية، اهالي القرية راحوا ولعوا في بيت احمد سراجي، اعادوا محاكمة احمد سراجي مرة تانية، وحاولوا يلاقوا ادلة تانية كتير تدين احمد سراجي. وفعلا سنة 2008 تم الحكم على احمد سراجي بالاعدام رميا برصاص في ميدان عام وامام اهل القرية. اهله رفضوا يستلموا الجثة، واهل القرية رفضوا ان احمد سراجي يدفن داخل القرية، واحمد سراجي اتدفن في مكان يبعد اكتر من 50 كيلو متر عن مكان القرية اللي كان عايش فيها. سراجي في كل التحقيقات كان بيأكد ان كل اللي عمله من جرائم قتل ما كانش الا اوامر من الشيطان علشان تزيد مرتبته وقوته السحرية في العالم السفلي. سلام عليكم.